وله لذة خاصة. تستمر دائما من قبل كل جماهير الليبية بكل روح رياضية. اوه نقطة جديدة بالهلال، وحتى من غير ما نشوف النقطة ما سجلها يعني رشيد بالهلال، واضح واضح هي لعبة رشيد بالهلال، واضح 13 مقابل احمد. وحسد الله على مفتاح، ممتاز يا علاء مفتاح، ممتاز يا علاء مفتاح. شوف حيصة، شوف النظرة، شوف الترقب من علاء مفتاح للعبة اللاعب بوشعر. منتصر بالله الفراوي سينفذ الإرسال بعد الوقت المستقطع الفني الثاني في هذا الشوط الرابع. استقبال مش موفق، استقبال غير موفق من اللاعب رقم 4 محمد بن يوسف. يتأسف كثيرا محمد بن يوسف، او تأسف كثيرا على ضياع النقطة الماضية. شوف محمد بن يوسف، شوف الاستقبال، كل شيء كل شيء. هذا هو محمد بن يوسف اللاعب الشاب، و 17 مقابل 12 الاهلي يحاول تعميق الفرق اكثر واكثر، لكن كرة جديدة للحيادة. رشيد بن هلال في استقبال على نفس اللعبة، نفس اللعبة، وينجح ينجح رشيد بن هلال في اختراق دفاع الحياد في هذا الملعب. شوف شوف اللعبة، ما كانش موفق اللاعب بتاع بشعالة في حائط الصد. 18 مقابل 14، نقاط مهمة ومنعرج مهم في نهائي بطولة الكأس هذا الموسم 2009-2010. دخول اللاعبان حمزة محمد عتيق في فريق الحياد والمحترف دينيس إليري. لاعب رقم 18 النيجيري الآخر، لكن طبعا خرج النيجيري أوكو لأن هناك لاعب واحد فقط يلعب في المحترف في بطولة الكأس في الملعب. هذه أول كرة يضيعها دينيس. ابتسامة، شوف الابتسامة من عبد العزيز سالم، بسرعة كبيرة، شوف الأداء يعني سنتيمتر. رشيد بن هلال على مفتاح، كرة قوية، الفراوي، الفراوي من العمق، من العمق يأتي الفراوي ويحقق النقطة، النقطة الثانية والعشرين. ثلاث نقاط فقط تفصل الأهلي عن الفوز على قرار الحكم جلال الدهان. يتحصل على بطاقة صفراء، والبطاقة الصفراء تحت يكسب من الفريق المنافس. لاعبي فريق الحياد كافة حقيقة اليوم، قدموا مباراة رائعة أمام فريق الأهلي ثاني الدوري، بطل الدوري الليبي 9 مرات، بطل الكأس مرة واحدة، هل سيحقق الثانية في هذا المساء أم للحياد كلمة أخرى على مفتاح بن هلال. نقطة اللقاء ونقطة الكأس، الأهلي يتوج إذن بطلا لكأس الفاتح للموسم الرياضي 2009-2010. الأهلي إذن بطل كأس الفاتح، وعن جدارة وعن استحقاق بكل تأكيد، ونبارك هذا الفوز لفريق الأهلي ونقول حظ أوفر لفريق الحياد التي اليوم بكل تأكيد في قمة سعادتها بتتويج فريقها للمرة الثانية في تاريخها ببطولة الكأس. الآن لحظات قليلة ويتم التتويج. الدكتور جمال الزروق يستدعي رئيس وباقي